أمي، ليش كل هالتأخير؟ أنتوا بتعرفوا كم ساعة صلكم طالعين من البيت؟ وهي اجينا يعني دخيلك شو في ورانا؟ مو قلتي لي إنه رجلك مو مجروحة؟ ورجيني لشوف. شو فيها بالغرفة؟ تمام يلا تعوا على الغرفة. عم توجعك؟ يعني شوي. البنات بالبيت؟ ايه يا ستي اجوا هلا. مبروك لألك. صايرة عم تغار منهم مو هيك؟ تسنيم، لك انتي مو عارفاني حالك شو عم تعملي؟ عم تحكي عليها هي والآغا وبتقولي غيراني من فتون؟ ايه وينه الغلط؟ يعني شو دخل علاقتها بالآغا بإنها تغار من ضرتها؟ بعدين بجوز لو مراد ما اختار فتون ما كانت بتصير هالقصة كلها. ولك تسنيم الله يرضى عليكي لا تحكي هيك قدامي. بس انتي اللي حكيتي بالأول، وبعدين لإمتى رح تضلي مغمضة عيونك هيك؟ لو بتسمعي مني وبتفتحيهم شوي كنتي زحتي نارين وصرتي انتي ملكي عليهم بهالقصر. بدي طعمي المسكينة ملك بتكون ماتت من الجوع. بس اصحي الآغا يعرف. الحمد لله كنت مفكرته جرح كبير. امتى بدنا نروح على اسطنبول؟ لو انتوا اجيتوا بسرعة كنا رحنا من زمان. طيب قومي نروح هلأ، هي صرنا عندك. فينا نروح هلأ؟ أكيد لا بنتي، مو شايفة نهار رح يخلص؟ والعالم ما بيسافروا بالليل مو؟ حاجة تجاوبيني. وأصلاً ستكن تعبت اليوم كتير ووضعها مو منيح أبداً. شو نعمل معها؟ عايدة طلعي من الموضوع. ليش بقى؟ لأنه هي وولادها بيحبونا؟ كيف هلأ ستي؟ منيحة، قالت حسنت شوي. في إلكن عندي مفاجأة. شو هي؟ ربحتي جائزة يا نصيب؟ أخوكم جواد حكى اليوم. صحيح، الحمد لله ما عم صدق. وين أمي؟ نايم، بس لما شاف ستة واقعة على الأرض ركض فجأة وبلش يعيط، وما بقى عارف إزعل ولا أنبسط. يا بنات أهلا وسهلا فيك فرات. شو وينهم؟ قصدك فتون مو هيك؟ لا تسنيم، خالتي وينها؟ بتكون فوق بالصالون تبعها. أنا راح أشوف جواد إذا نايم لهلأ، وبعدين بشوف ستكن وبحكي معه. إيه بس نحن الصبح بدنا نروح ما هيك؟ استني بس لتتحسن ستك شوي. أوف يا أنتوا ما بتعرفوا كيف قامت القيامة اليوم. المسكينة كانت رح تموت، وعدنان ضرب عمتكن وشحطها بكل مكان هون. شحطها؟ ولشو ضربها؟ أكيد لأنه مختل. قلتلكن هالزلمة مريض نفسياً. قال إنه في شب عم تشوفه وعدنان عرف عن هالشي، وصرنا كلنا عليه وما فكيناها لملك، وبعدين سجن لحاله. والله ما عم استوعب. ولك هي واعية؟ يعني إذا كان عندها حبيب بشوهها؟ لو كنت أنا كنت أرجيته قيمته لهالواطي. لأنه ما شفتوه هو مثل المجنون. يلا أنتوا روحوا ارتاحوا هلأ، وأنتي ما يتسطحي ولا تحركي رجلك كتير. شو هالجنان يا؟ وحدة صارت هالقد بيضربها لأنها حابة واحد؟ لكن إذا عرف بوضعك أكيد بموتك. وإن شاء الله هلأ صرتي أحسن. الحمد لله هلأ أحسن شوي. والله أنا ما عرفت، لو خبروني إجيتك ركض. ليش حدا ضل عنده عقل لشي؟ عدنان قوم الدنيا وما قعدها. صحي شلون خبروك؟ أنا اتصلت قبل شوي، فتون حكت لي، فكرتن راحوا من هون. فرات شو بدنا نساوي؟ إذا راحوا من هون رح ينشغل بالي وما رح أخلص من عذاب الضمير. كان عندي هم واحد صار هموم، وهلأ قبل ما يطلع صيطة لهالبنت لازم جوزها بأسرع وقت لناس منقدر نعتمد عليهم بالعيلة. وشو بتصدي بهالحكي؟ بهمك ناس أغنياء ولا رجال بيحبها؟ خالتي اسمعي، نحن نعرف رجب من صغره ومربينه. أبوه كان إيده اليمين لزوجك ما، وهو شاب منيح ومو ممكن يزعجها. وانت شو قصدك من هالحكي؟ ليكي أنا اليوم شفته لرجب،
ونيته شريفة وحاببها لملك. وكلكم بتعرفوا يعني هذا الشاب ما عليه أي حكي. ليك ابني أنا فهمان لوين بدك توصل من كل هالحكي، بس والله هالشي مستحيل يا فرات. خالتي تعرفي منيح أنه الواحد بيشبع من شقفة خبزة بياكلها، بس مو سهل ابنه بيلاقي السعادة، وهن مبسوطين مع بعضهم كتير، وحرام أنك تفرقيهم عن بعض. بس عدنان بجوز يقتلهم وما يوافق على هالشي. وهن مو مستعجلين كتير؟ اسمعي تعي نصبر ونستنانا شوي ومنشوف شو رح يصير، وبالآخير مالك غير هاي البنت، والمفروض سعادتها هي اللي تهمك. لا تواخذوني، فكرتك لحالك هون. يلا أنا بجي بعدين بدون ما أعطلكن. بس بنتي فرات مانو غريب، لك تعالي أنت كنتي ومثل بنتي عادي جنبي. يلا كيف صرتي هلأ؟ إن شاء الله أحسن. أحسن بشوي، منيحة. وأنا بدي أتشكرك على كل شيء بنتي. ليش يعني؟ شو قليل اللي ساويتي؟ أمينة وتسنيم حكولي كل شيء، وحتى الدكتور قال لي إنه ست فتون عملت لك كل شيء كان لازم ينعمل. هذا واجبي ولازم أعمله. هذا السبب، يعني بطفولتي كنت روح واجي على عيادة أبي الله يرحمه، ومن هالقصة أخذت شوية إسعافات. طيب أبوك كان دكتور وأمك؟ أمي ست بيت وبس، وكانت تهتم بشغلات كتير لأنه هي بنت من عائلة أرستقراطية شوي، فدايما كان عندها اجتماعات بالجمعيات وغيرها من هالقصص. بنتي أنت طلعتي مشان تقليلي شي؟ إيه صحيح، ما بعرف إذا صح أتدخل بالموضوع، بس ما رح أقدر ما أحكي بصراحة، لأنه اليوم اللي صار مو صح، يعني ما في داعي ينفعل لهالدرجة هي. مزبوط ما أنه صح يا بنتي، وأنا تضايقت كتير من هالموقف، بس إن شاء الله ما حدا يكون سمع شي ولا بدنا ننفضح بالبلد. بس أنا ما قصدي هيك أبداً، أنا قصدي اللي عمله عدنان بالبنت، مو معقول إنه يضرب أخته هيك. أنا فهمانة نيتك الطيبة، إيه بس هالموضوع ما أنه موضوع سهل بالنسبة إلنا لنسكت عليه، لأنه عيلتنا هاي إلى اسمها وسمعتها وإلى شرفها. قدري يا خانم أنا ما عم بستوعبكن، يعني شو هو الشي اللي أغلى عندك وأهم من حياة وصحة وسعادة بنتك؟ في شغلات كتيرة لك بنتي، وشرفنا أهم بكتير، وإذا بده ينحكى علينا فبنتي تموت أحسن لي. بجوز حكيك مزبوط بالنسبة إلك، بس هو مرفوض بالنسبة إلنا، وشو ما صار ما بصير نتعامل بالعنف، وإذا حصل هيك شي مع بنتي بلحظة من اللحظات طبعاً بدي أعصب منها، بس ما رح أعملها بهذا العنف أبداً. مضطرة أنزل. خالتي أنا كمان بأيدها باللي قالته، ملك ما أنا غلطانة بشي، وحتى لو عملت شي فهي رح تضلها بنتك الوحيدة، وإذا شايفتيها غلطانة قربي منها وحاكيها، ووقتها بتطمن لك وبتحكي لك.